ثبتت وكالة فيتش العالمية تصنيف صندوق ممتلكات الصندوق الاستثماري السيادي في البحرين على الفئة بي بي من حيث الإصدارات الطويلة الأجل، وعلى الفئة بي من حيث الإصدارات القصيرة الأجل مع نظرة مستقبلية مستقرة. كما تم رفع الصندوق من حيث مخاطر الإصدارات الطويلة الأجل من قائمة المراقبة. وثبتت الوكالة العالمية لخدمة المستثمرين تصنيف صكوك الصندوق بقيمة 600 مليون دولار المستحقة لعام 2021 الصادرة عن شركة ممتلكات البحرين القابضة للصكوك التابعة للصندوق على الفئة بي بي ماينس. ويملك صندوق ممتلكات شركة ممتلكات للصكوك بنسبة 100%، وهو مسؤول مباشرة وبلا قيد أو شرط عن كل التزاماتها. أقر مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين في اجتماعه غير العادي الثاني برئاسة سمير ناس تسمية رؤساء وأعضاء اللجان الدائمة للدورة 29 بعد أن تم إعادة هيكلتها وفقا لخطة 100 يوم، والتي أعلنها المجلس منذ بداية دورته الحالية. وقد أكد المجلس اهتمامه البالغ بتفعيل دور هذه اللجان في خدمة قطاعات التجارة والأعمال والاقتصاد في المملكة، باعتبارها أحد أهم الآليات المناسبة للدفع بتلك القطاعات إلى الآفاق التي تخدم توجهات الغرفة. فيما أكد رئيس بيت التجار سمير ناس أن جميع رؤساء وأعضاء اللجان قد تم اختيارهم على أسس ومعايير التخصص والكفاءة بعد عملية تدقيق طويلة لأكثر من 800 طلب. هذا وقد شملت اللجان تخصصات الصناعة والطاقة والعقار والإنشاء والخدمات اللوجستية والصحة والتعليم، إضافة إلى الشؤون المالية والضرائب والثروة الغذائية والتكنولوجيا والسياحة. توقع رئيس مجلس إدارة الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن أسري الشيخ دعيج بن سلمان بن دعيج آل خليفة أن تحقق الشركة نتائج جيدة خلال العام الجاري 2018، وذلك في ظل استمرارها في تطبيق خارطة الطريق الجديدة لأعمالها وأنشطتها. جاء ذلك لدى ترأس الشيخ دعيج اجتماع الشركة بمنطقة الحد، والذي أوضح فيه أن الإدارة التنفيذية للشركة اتخذت بناء على توجيهات مجلس الإدارة العديد من الخطوات التي من شأنها تعزيز مكانة الشركة كشركة رائدة في منطقة الخليج العربي لبناء وإصلاح السفن، حيث تتمتع بخبرة واسعة في هذا المجال تصل إلى حوالي 40 سنة منذ تأسيسها. وقد بيّن الشيخ دعيج أن الشركة اتخذت العديد من الخطوات العملية في سبيل تقليص تكاليفها والارتقاء بخدماتها. والآن نتوقف مشاهدينا مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية. نواصل النشرة الاقتصادية مشاهدينا مع فقرة إغلاقات البورصة لبداية تعاقدات هذا الأسبوع، ونبدأ مع بورصة البحرين، حيث أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1336 نقطة بارتفاع نسبته 0.41%، وذلك عائد لارتفاع قطاعات البنوك التجارية والاستثمار والصناعة. وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 3,902,000 سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 834,776 دينار تم تنفيذها من خلال 132 صفقة. وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع البنوك التجارية، حيث بلغت قيمة أسهم المتداولة ما نسبته 42% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة. وننتقل الآن إلى أغلاقات البورصات الخليجية، ونبدأ مع السوق المالية السعودية التي أغلقت عند مستوى 8,222 نقطة بارتفاع تجاوز النصف نقطة مئوية. أما بالنسبة لسوق دبي المالي فقد أغلق عند مستوى 2,885 نقطة كما هو موضح على الشاشة بارتفاع طفيف بلغت نسبته 0.17%. وبالنسبة لسوق مسقط للأوراق المالية فقد أغلق عند مستوى 4,520 نقطة بانخفاض طفيف نسبته 0.8%، وكان الخاسر الوحيد بالنسبة لتداولات هذا اليوم.
هذا وعادت الإدراجات إلى البورصة الكويتية مع إعلان شركة المتكاملة القابضة التابعة لمجموعة بود العائلية عن إدراج الشركة الأحد 15 يوليو المقبل، وذلك بعد غياب امتد لثلاثة أعوام. ويأتي هذا الإدراج لينهي حالة العزوف عن الطروحات الأولية في البورصة الكويتية التي كان آخرها شركة ميزان القابضة في يونيو 2015. وحسب بيان صحفي للشركة، فقد أغلقت عملية الاكتتاب الخاص بالطرح الثانوي لشركة المتكاملة بتغطية 230%، وما يعادل نسبة قدرها 35% من رأس مال الشركة، حيث حقق الطرح الخاص لعدد 76 مليون سهم بسعر 730 فلسا للسهم الواحد، نحو 130 مليون دينار كويتي. في سياق آخر، أعلنت بورصة دبي للطاقة عن ترحيبها بقرار شركة أرامكو السعودية الأخير الاعتماد على عقد عمان الآجل للنفط الخام من بورصة دبي للطاقة لتسعير النفط الخام الذي يتجه من المملكة إلى الأسواق الآسيوية. واعتبرت أن هذه الخطوة تأكيد واضح من أكبر مصدر للنفط الخام في العالم على أهمية العقد في استكشاف أسعار النفط بطريقة عادلة وشفافة تعكس حقيقة المناخ الاقتصادي في آسيا والشرق الأوسط. وأشاد أحمد شرف رئيس مجلس إدارة البورصة بخطوة أرامكو السعودية التاريخية والثقة الكبيرة التي أولتها لعقد عمان الآجل. النشرة الاقتصادية مستمرة من تلفزيون البحرين، وفيها بعد قليل: ضعف مبيعات هاتف جالكسي S9 يضغط على أرباح شركة سامسونج. في الصين، أكدت وزارة التجارة أن فرض الولايات المتحدة رسوما جمركية على ما يعادل قيمته 34 مليار دولار من الصادرات الصينية لن يضر فقط بالصين بل بالولايات المتحدة وبقية العالم. وأشارت الصين إلى أن التعريفات الجمركية الانتقامية على الولايات المتحدة ستصبح فعالة مباشرة بعد تنفيذ الولايات المتحدة لقرارات الرسوم الجديدة. ومن المتوقع أن تدخل الرسوم الجمركية الجديدة حيز التنفيذ يوم غد، ليشهد هذا اليوم نزاعاً تجارياً حاسماً بين أكبر اقتصادين في العالم، والذي قد يلقي بظلاله على مستقبل النمو العالمي. إلى ذلك، اعتبرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد أن لدى الاتحاد الدولي ورقة أو الاتحاد الأوروبي ورقة يلعبها في الحرب التجارية الدائرة حاليا بين الولايات المتحدة والصين، ولكن شرط أن يكون موحدا. واعتبرت لاغارد خلال منتدى لقاءات اقتصادية في جنوب فرنسا أن لأوروبا أهمية استراتيجية بالنسبة لكلا الطرفين الصيني والأمريكي، ولا سيما في مجال التجارة، مشيرة إلى أن الصين والولايات المتحدة تمثلان شكلين مختلفين تماماً للزخم الرأسمالي نفسه، وبأنه يمكن لأوروبا أن تلعب ورقة تتميز بخصوصية بالغة في هذا الشأن وأحداث التغيير. وبعيداً عما بات يعرف بالحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، حققت العملات الرقمية مكاسب أسبوعية هزيلة، لكن عملة بيتكوين تمكنت من انتقاص نحو 36% من إجمالي المكاسب التي بلغت نحو 13 مليار دولار. وخلال تعاملات الأسبوع الماضي، قفزت القيمة السوقية للعملات الرقمية بنسبة 5%، رابحة نحو 12.8 مليار دولار بعدما صعدت من مستوى 256 مليار دولار في تعاملات الأحد الماضي، لتسجل نحو 268 مليار دولار في آخر تعاملات. ووفقا لموقع كوين ماركت كاب، فقد صعدت عملة بيتكوين الأكثر قوة وانتشاراً في سوق العملات الرقمية بنسبة 4.2% بعدما ارتفعت إلى مستوى 6645 دولاراً مقابل نحو 6377 دولاراً في تعاملات نهاية الأسبوع الماضي. والآن نلقي نظرة سريعة مشاهدينا على أبرز مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والمعادن الرئيسية.
أخيرا قدرت شركة سامسونج الكورية الجنوبية وجود تباطؤ في نمو أرباحها للربع الثاني من العام المالي الحالي، إذ يعد هذا الربع أقل الأرباح من ناحية النمو منذ أكثر من عام. محللون قالوا إن ضعف مبيعات الهواتف الذكية قد يقلل من وتيرة أرباح الشركة القياسية العالية. وقالت أكبر شركة لتصنيع رقاقات الذاكرة والهواتف الذكية وأجهزة التلفزيون في العالم إن أرباحها التقديرية في الفترة الواقعة بين أبريل ويونيو قد تنمو بنسبة 5.2% لتصل إلى أكثر من 13 مليار دولار. وينسب نمو أرباح وعائدات الشركة خلال الربع الأول إلى نمو أعمالها في مجال أشباه الموصلات، بالإضافة إلى الإطلاق العالمي المبكر لتشكيلة هواتفها جالكسي S9. ويقول المحللون إن ضعف مبيعات تشكيلة هواتف جالكسي S9 قد أثر سلبا في أرباح سامسونج في الربع الثاني.